أهلا بكم في لحظات الانتصار، أهلا بكم في أيام النصر. منذ 42 عاما كان العبور الأول لنا، عبرنا من اليأس إلى الرجاء، عبرنا من الانكسار إلى الانتصار، ونحن الآن بإزاء العبور الثاني الفعلي للمستقبل الذي ندعو الله دائما أن يكون أكثر إشراقا. أهلا بكم في فتاوى الناس، نستكمل اليوم الحديث عن أحكام اصطحاب الأطفال للمسجد. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: هل تؤيد منع الأطفال من المسجد حفاظا على الهدوء؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بك. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر في أمان، وهي رمانة الميزان، وهي قلب الأمة العربية وقلب العالم. وأنتم السادة المشاهدين والأمة الإسلامية جميعا بالصحة والسلامة. مولانا، في اصطحاب الأطفال للمسجد ربما يظن البعض أن هناك ثواب للأطفال، ثواب لمن يصطحب، الأب أو الأم أو الأسرة، فما حقيقة هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المتتبع لأدلة الشرع يجد أن الشرع الشريف طلب من أولياء الأمور أن هم يعودوا أولادهم على الطاعات من قبل سن التكليف. فتجد مثلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وقبل ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قوا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. فهذا الحديث وهذه الآية وأمثالهما من الأدلة الشرعية بنخرج منها بمعنى كلي صحيح، والصلاة من الواجبات، بس المعنى الكلي أعم من مجرد تعويد الطفل على الأمور الواجبة. احنا بنعود الطفل على الطاعة بوجه عام، ولذلك لما تيجي تدور هو ترى في دليل مخصوص بيقول لك خد ابنك معاك المسجد؟ لا، مفيش دليل مخصوص. لكن الصحابي ابني معايا المسجد ده داخل في هذه العمومات أو هذه المعاني المفهومة من مذاق الشريعة الكليات. نعم. أني أنا عاوز أعود ابني على أماكن الطاعة، على أهل الطاعة، على الاعتياد على الطاعة، لأن الولد في هذا السن الصغير بيكون زي حتة الصلصال ممكن تشكيلها زي ما أنت عاوز. بعد سن 10 سنين أو 11 سنة بيزداد الأمر صعوبة شوية، بتدي يشعر أنه عنده شخصية مستقلة، يشعر بجنسه أو بنوعه، عنده رغبات، عنده إرادة. لما 13-14 يبقى أصعب وأصعب. فلما من هذا السن الصغير يقول لك إيه: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ووجود الأطفال في المساجد ده كان واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو يحمل أمامة حفيدته عليه الصلاة والسلام، فهو قائم يحملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها. ده في المسجد. تجد أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني يعني لا أدخل في الصلاة، أريد أن أطيلها فأخفف لشدة يعني وجد الأم على طفلها في الصلاة. يبقى في ستات بتخش المسجد ومعها أطفال في الصلاة. تجد أنه كان بيخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فوجد الحسن والحسين يدخلان المسجد وهو على المنبر وهو يخطب، يلبسان قميصين أحمرين وصغيرين كده، فيتعثران ويقومان، فنزل من على المنبر وحملهما وقال: صدق الله، إنما أولادكم فتنة. لم أصبر. إنما أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم أصبر، ما قدرش يصبر لغاية ما خلصوا، ونزل شالهم وخدهم معاه: رأيت هذين فلم أصبر. فإذا الأطفال موجودين. طب أنا أثاب بقى لما أخد ابني معايا المسجد؟ نعم أثاب إن شاء الله على إرادتي إن أنا أعوده على الطاعة وأعوده على أماكن الطاعة وأجعل فيه ألفة بينه وبين المسجد وكذا إلى آخره. فإن شاء الله نعم ولي الأمر أو الوالد يثاب على ذلك. ولكن يا مولانا، هل هناك شروط تتوافر في هذا الطفل أو هذا الصبي الذي أصطحبه إلى المسجد لكي نعلمه الطاعة ونوطن الطاعة في نفسه معنويا وشكليا أيضا دون أن يحدث شوشرة أو ضوضاء في المكان ويشغل المصلين عن صلاتهم؟
هو طبعا الشرط الا ضرر ولا ضرار. الضرر ده قد يكون لاحق بالمكان وقد يكون لاحق بالاشخاص. فالضرر اللاحق بالمكان ان الطفل يكون ممكن ينجس المكان، مش مفيش تحفظ من النجاسه وكذا، فيخش ينجس المسجد فيفسد المكان على المصلين. او يكون الضرر لاحق بالاشخاص، انه يخش الولد المسجد فيقعد يزعق، يقعد يزغزغ اللي واقف جنبه زي ما بنشوف احيانا بعض الاطفال في الصلاه، فيضحكوا ويعملوا يشوشوا على الناس. فكل ده لما يكون الولد مش مميز. ايوه، لما يكون الولد مميز وفي تحفظ من النجاسات ما ينجسش المكان، ويقدر ان هو يبقى عارف امتى يسكت وامتى يتكلم، مفيش مانع يدخل. لكن اذا 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 حصل ضرر هينال المكان او هينال الاشخاص، يبقى بلاش ندخل الولد المسجد لغايه ما نعلمه اداب المسجد، او ندخله في غير اوقات الصلوات. في احيان ممكن دي فرصه حلوه ان احنا ممكن انا مثلا، عفوا يعني اتفضل لو سمحت لي، احيانا مثلا ممكن انا احب مثلا بعد العصر اقعد في المسجد اعتكف شويه واقرا مثلا قران. فمفيش حد في المسجد، مفيش مانع اخد ابني معايا حتى لو قاعد يلعب، ما مش مشكله، حتى يشعر ان المسجد ما هوش مكان بيقيد فيه حركاته ولازم يبقى يعني عبء ثقيل عليه الذهاب، ده ما هو طفل في النهايه وعاوز يتحرك. في حديث ورد صحيح في سنن ابن ماجه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم. لكن هذا الحديث لا صح عند أهل الحديث، يعني الحفاظ الكبار علماء الحديث حكموا عليه بالضعف، وإن صح فهو محمول على ما أقوله، أنه حيث حصل الضرر للمكان أو للأشخاص يبقى نمتنع. مولانا، يمكن وإحنا بنقول يعني الأحكام بتتوقف عند الطفولة. نعم. يعني طب هل واحنا بنتكلم على الاطفال وحكم اصطحاب الاطفال وحكم وجود الاطفال وما يمنع الاطفال، يعني تندرج تدخل فيها هنا الاحكام؟ هو رفع القلم عن الطفل حتى يبلغ. فرفع القلم عن الطفل ده قال العلماء انه قلم التكليف، نعم، لكنه قلم المؤاخذه مش قلم الثواب. بمعنى يعني اذا عمل ذنب ما يسجلش عليه، لكن اذا عمل طاعه تكتب له. سبحان الله. فنعم الأحكام تتوقف عند التكليف، لكن أحكام المؤاخذة مش أحكام الإثابة. لكن أنا هنا يمكن عايز يعني ألفت نظر السادة السامعين إلى معنى جيد. صحيح إن إحنا بنقول إن لابد من إن إحنا لما نصطحب الأطفال نكون عندنا نوع من أنواع الأمن، إفساد المكان أو تشويش على الأشخاص، وإن ده مرده ومرجعه إلى إن الشرع يعني في أحكام متفرقة قصد البعد عن إذاية المصلين. فتجد مثلا إن هو شرع غسل الجمعة علشان ده مكان اجتماع فما يحصلش إن الناس تتأذى بالروائح الكريهة. الله. شرع إن يكره أكل البصل والثوم اللي هيخش يصلي جماعة عشان هيأذي الملائكة وهيأذي المصلين. يبقى كذلك احنا بنقول برضو الأولاد اللي تأذي ما نجيبهمش. لكن في بعض التصرفات أحيانا أنا بشوفها في بعض المساجد من بعض الناس خاصة الكبار في السن، وده طبعا بيدعوهم إليه الحمية والغيرة الدينية وكده، لما يشوف طفل بيعمل حاجة أو في المسجد أو بيتنطط أو كده يقوم ينهره نهر شديد ويزجره ويتعامل معاه كأنه بيتعامل مع شخص بالغ، وده في الحقيقة شيء مش مطلوب شرعا. أولا الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم. الولد ده يعني التصرف اللي بيتصرفه معاه هذا الكبير اللي فيه عنف وفيه كذا يرسخ في وجدانه ويرسخ في عقله الباطن، ويحصل نفرة بينه وبين المسجد اللي حصل له فيه إهانة وحصل له فيه نوع من انواع الاحراج امام الناس، لان الطفل بيشعر وبيحس. ولن انسى ابدا ان انا رايت مشايخنا كيف يتعاملون مع هذا الموقف. نقف عند هذه النقطه ونعود لنستمع الى هذا الشاهد والى هذا المشهد الذي نتعلم من مشايخنا فيه. معي ام محمد من قنا، ثم نعود الى استكمال هذه القصه. ام محمد اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا يا محمد، مرحبا بك. لو سمحت انا برتبط القاضي عن جزء متوفي وانا سنه صغير يعني، فبطلع الشارع مكر حق مشوار ولا كده بالنقاب يعني، بل بطلع كاني افطر نفسي في الطلوع بس
فمش عارفه كده ان انا بتلزق ولا ايه. يعني يا ام محمد انت زوجك متوفى وانت دلوقتي في عده الوفاه؟ لا لا انا متوفي لي سنتين. اتوفى من زمان يعني؟ من سنتين. من سنتين. أيوة. وانت دلوقتي بتقولي ان انت بتطلعي تقضي الحوائج بتاعتك من البيت وانت لابسه النقاب بتقولي؟ ايوه. طيب تمام، وده السؤال بتسالي ده جائز ولا مش جائز؟ ايوه بلبس بس بره البيت، اما داخل حد عندنا او كده فانا عادي بكون لابسه الحجاب العادي. أيوة. تمام. أيوة. في اسئله ثانيه يا محمد؟ لا شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. مولانا نعود لنتعلم من مشايخنا كيف كانوا او كيف يتعاملون مع الاطفال. كان مولانا الشيخ علي جمعه له درس في اواخر التسعينات في مسجد السلطان حسن عقب صلاه الجمعه، كان يخطب الجمعه ثم يجلس ليلقي درسا على الناس. فمره من المرات انا موجود في المكان فاذا بمجموعه من الاطفال في 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 اخر المسجد بتجري وتلعب وتتنطط وكذا، فهم ان بعض الناس انه يسجرهم. فالشيخ علي نهى نهي شديد وقال له سيبهم يلعبوا حتى لو هم مش مركزين احنا بنعمل ايه. هيرسخ في عقله الباطن ان انا كنت في يوم من الايام في مسجد وكان في شيخ ولابس عمامه وبيتكلم في الناس وكل الحاجات دي هترتبط عنده ارتباط ايجابي مش ارتباط سلبي هيحصل لما انت تنهاه وتسجره وتحرجه قدام الناس. فسيب الناس، سيبهم يلعبوا. ولما نشوف اخواننا المسيحيين ماذا يفعلون في الكنائس عندهم، يفعلون في الكنائس كل ما يجذب النشأ للارتباط بالكنيسة. فيعملوا ملعب، وانا ما بقولش نعمل ملعب يعني جوه المسجد بس يعني انا بقى ما يرغب، ما يرغب، ما يرغب الطفل في المكان. للطفل ليه مزاج مختلف فيعمل ملعب، يعمل نشاط، يعمل كذا. فاحنا عاوزين نجذب ابنائنا ونعلمهم اداب الوجود في المسجد بحيث ان احنا نجمع بين الحسنيين، الحفاظ على قدسية المسجد وعدم التشويش على المصلين، وكذلك تحبيب ابنائنا واطفالنا في هذا المكان المقدس. يمكن الدكتور احمد عكاشه رائد الطب النفسي المصري وعلى مستوى العالم كان بيقول دايما صاحب السياده الطفل، الطفل هو اللي بيتحكم في البيت احيانا. نعم. يعني ليه ميزاج خاص، لازم التعامل مع الطفل ده بشكل يرغبه لانه هو بيسجل في اللاوعي كتير. صحيح، زي ما حضرتك زي ما سيدنا الشيخ علي جمعه اشار، بيسجل في اللاوعي عشان بعد كده لما يخرج اللاوعي للوعي بيبقى نموذج في السلوك وفي التربيه. معانا الاستاذه مروه من سوهاج. استاذه مروه اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا عندي كام سؤال معلش. نعم. انا بحفظ قران بس انا بغلط في الحفظ. ايوه. وفي نفس الوقت عندنا هنا البنات ما تطلعش بره ابدا البيت عشان كده مش قادره اروح اخد درس عند اي حد. تمام. وخلال الفتره الدراسيه ما كانش حد علمنا القران بشكل صحيح تماما، عشان كده انا مش عارفه احفظ القران بشكل صحيح. فترى انا لو حفظت القران وكنت بغلط فيه فيكون عليا ايه؟ وبتروح المدرسه ولا لا؟ لا انا خلاص دبلوم وكده وخلاص يعني الحمد لله انه وافق ان انا اخد دبلوم. تمام. طب في اسئله ثانيه يا مروه؟ نعم. وهل يعني في اشخاص بتتمسك من الجن والجن بيطلع على جسم الانسان وبيتكلم، فمعلش انا عايزه ايه قرانيه واحده تثبت انه الجن بيطلع على جسم الانسان وبيتكلم؟ انا سالت قبل كده شيخ هل في وجود لجن؟ قال لي نعم في، بس انا عايزه ايه قرانيه تثبت ان الجن بيطلع على جسم الانسان وبيتكلم. في اسئله تانية؟ معلش اسال سؤال ثالث. لا اهلا، اسالي زي ما انت عايزه. اهلا بكل اسئله الساده المشاهدين. فهل يعني انا كنفسي كشخصي انا بشوف حد من الجن دي، الله اعلم هو بيقول لي ان انا من الجن وهي انسانه صالحه جدا وبتصلي وبتصحيني الفجر ان انا اصلي وتقومني اصلي، فانا خايفه يقول انا بتهيأ، وفي نفس الوقت بقول طب ازاي انا بتهيأ وانا شايفاها قدامه وبتكلمنا هاي؟ يعني بجد انا محترقه ويا ريت تجاوبوني على الاسئله دي. ان شاء الله يا مروه اسمعي او تابعينا دايما وتابعي كل برامجنا عشان تعرفي اكتر واكتر. وعموما بنرحب بكل اسئله الساده المشاهدين. فاصل ونعود اليكم. Thank you.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ احمد اهلا بيك مره اخرى، ومعنا اتصالات هاتفيه اسئله. ام محمد من قنا كانت بتقول زوجي توفي منذ عامين وارتدي النقاب خارج المنزل، ولكن في البيت انا طبع يعني عادي جدا، حتى اللي بيجي يزورني من غير نقاب، فانا عايز اسال على صحه ما افعل. إذن وفاة زوجها معلومة مش مؤثرة في السؤال من عدمه، يعني هي امرأة الآن تلبس النقاب أحيانا وتتركه أحيانا. فأولا نقول لها إن تغطية الوجه ليست واجبة، وبناء عليه فإن تركك لبس النقاب داخل البيت أمام زوارك أو قرايبك أو قرايب جوزك أو ضيوفك أو كذا، ده ما فيهوش إثم ما دمت أنت متحجبة في غير الوجه، يعني ساترة بقيت جسمك، بقيت العورة يعني سائر الجسد إلا الوجه والكفين. أما كونك بقى بتلبسيه أحيانا بره البيت ده برضو أمر يرجع إلى حريتك الشخصية، ومفيش أي ذنب أو أي إثم عليك. أختنا مروة برضو بتسأل، أنا بحفظ القرآن يعني وأنا ممنوع علي أن أطلع من بره البيت أصلا، ومش عارفة أحفظ إلا بشكل ممكن يبقى فيه أخطاء، فأعمل إيه؟ والله دلوقتي الحمد والحمد لله أصبح الوسائل التعليمية ميسورة ومبذولة، وممكن الحصول عليها بسهولة عن طريق الإنترنت أو كده. ففي المصحف المرتل بصوت مثلا مولانا الشيخ منشاوي. المرحوم المنشاوي الشيخ محمود خليل الحصري، فالشيخ الحصري بيقرأ الآية وبعدين بيسكت مدة من الزمن ممكن للسامع فيها انه يردد مثل ما قال الشيخ. المصحف المعلم ده، مصحف المعلم، انا اسف. أيوة. نعم، هذا المصحف المعلم، في المرتل وفي المعلم. المصحف المعلم للشيخ الحصري، فهيقرا الشيخ ويسيب لك مده زمنيه تقولي وراه وتكرري، فده هيعلمك القرايه الصحيحه ان شاء الله، وده موجود على الانترنت ممكن تحمليه. ما هو ربما يا مولانا اني يعني ممنوعنا حتى على الانترنت بالشكل ده، لا بتروح مدارس ولا يعني، وانا مستغرب يعني ان في عندنا ناس لحد دلوقتي بيمنعوا اولادهم يروحوا المدارس، يعني بالعافيه او بالكاد خدت دبلوم تجاره، يعني فكره ان تتعلم انها تحفظ، ممكن الوسائل دي او الوسائل دي مش متاحه ليها. ان امكنها فبها ونعمت، ما امكنهاش يبقى بقدر الامكان وبقدر الطاقه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في النهايه. وتابع برنامج مع التلاوه على قناه الناس، هتتعلم ان شاء الله. مولانا بتقول حتى لو حفظت بالشكل وفي اخطاء اعمل ايه؟ يعني هو ورد في الحديث الشريف الذي يقرا القران وهو يتتعتع فيه، يعني رتب النبي صلى الله عليه وسلم له أجر ولم يؤثمه في ذلك، ما دام ان هو بيسعى في التعلم ويرغب في التعلم، ولكنه مع يعني في أثناء التعلم وفي يعني هذا الطريق قد يخطئ. أستاذ أحمد سوهاج معايا. أستاذ أحمد أهلا بيك. أستاذ أحمد سمحت عايز قرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. عايز اسال بس الشيخ احمد، لو انا قلت لمراتي ان انت حرمان عليا وكده، ايه رضاها او ايه او ايه المطلوب؟ انت او ايه المحرمات؟ مولانا ممكن تستفسر منه في حاجه عملنا. لا، احنا منهجنا في اسئله الطلاق ان احنا لا نجيب عليها على الهواء، فانت تتفضل يا سيد احمد وتكلمني في دار الافتاء او تشرفني بالحضور، علشان سؤال اسئله الطلاق بتستدعي تحقيق دقيق وفي شيء من الخصوصيه، وهو يعني لا يتناسب مع طبيعه البرنامج، فارجو ان حضرتك تتفضل وتشرفني بالاتصال او بالمجيء الى دار الافتاء. هل في خط ساخن يتصلوا بيه على طول او في خط ساخن؟ بس انا مش حافظ الرقم في الحقيقه. ممكن يقدر يستدعيه من موقع دار الافتاء المصري، يعني هيقولوا لنا في الكنترول روم دلوقتي على 907 تقريبا. لا 107 ده 907؟ لا 107 ده رقم بيسجل فيه سؤال، ولكن في خط مباشر. مباشر له رقم تاني. عموما سنذيع على السادة المشاهدين 0900 3700 ده الخط 107 المباشر. عموما أختنا مروة برضو بتسأل يا مولانا، بتقول لك موضوع الجن ده يعني أنا يعني حقيقته إيه؟ الجن ده خلق من خلق الله، لا يرى ولا ننكره لأن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنه، ولكن مش بالضرورة أن كل شيء غريب يحصل للإنسان أنه يعلقه على الجن أو الأسحار أو الأعمال أو العين. أهو مخلوق موجود وقالوا أنه ضعيف، يعني ما هو يعني الناس تتصور مثلا أن الجن ده كائن مهول ويعني
وممكن يتسلط على الانسان ويجبره على فعل الاشياء، ده ضعيف جدا. ده قالوا ان هو حتى عقله كعقل الاطفال. ولذلك هو انت عارف الطفل مثلا لما يجي يعمل نفسه بيخوفك، فانت تعمل نفسك خايف منه فيزيد فيها. ايوه، لانه حاجه بتضحكه. فالجن كذلك. وكان الشيخ محمود خطاب السكي رحمه الله الذي انشا الجمعيه الشرعيه، كان اذا اتاه شخص وقال وادعى انه ملبوس او شيء من هذا القبيل، ما كانش يزيد الا انه يخبط على رجله ويقوم يقول له ما تخرج بقى واحنا فاضيين لك، فيخرج الايه الشيء اللي على الراجل ده وكده. فالجن ضعيف جدا. والشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله له كتاب اسمه كشف الران عن أسئلة الجان. في مقدمة الكتاب بيقول ان الجان بعتوا له أسئلة مكتوبة في رق علماء كبار علماء الجان في ورقة كده عشان يجيب عنها. فلما تقرأ الأسئلة دي تجد ان يعني اللي عجز عن الإجابة عنها كبار علماء الجان، أحد الطلبة عندنا ممكن يجاوب عليها. يعني ما هياش أسئلة معجزة ولا ملغزة لهذه الدرجة. ولذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى النبوة في الجان لضعف عقله. فإذا الجان مخلوق موجود لا ننكره، ولكنه ضعيف، ورد كيده من أسهل ما يمكن بالاستعاذة والقوة النفسانية والاشتغال بالذكر وكذا إلى آخره. والإنسان ما يجعلش حياته كلها دائرة مع هذه الأمور الغيبية. الأستاذ عبد الحكم من سوهاج، أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. والله أنا ليا سؤال ومشكلة كده، يعني هنقول السؤال الأول وبعد كده أطرح المشكلة. اتفضل يا فندم. السؤال هو صحة الحديث اللي هو بنقول فيما معناه، يعني ما أعرفش روي الحديث بنص، لكن هو أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من رفع السماء؟ فقال ربي الله. فقال من بسط الأرض؟ فقال ربي الله. فقال من نصب الجبال؟ فقال ربي الله. فقال الله أرسلك إلينا رسولا. فالدكتور عايز بجي الحديث، طبعا أنا عايز أعرف من صحة الحديث ده. والسؤال الثاني، طبعا أنا في معهد ومعايا زمايلي طبعا مختلطين، فبيتكلموا على البنات والكلام ده ودي لابسه ايه ومش عارف ايه. فانا الواحد يعني واخد بحديث اللي هو كما تدين وتدان، يعني الواحد بيحب يبعد عن البنات اللي بيتكلموا عن كده، وانا خايف ان انا اتكلمهم. يعني بيقولوا لي مثلا تعتمد على معلم الشيخ ومش عارف ايه الكلام ده. تمام، شكرا. شكرا يا عبد الحكم. وصل السؤال مولانا. يعني في لسه متبقي سؤال لأختنا مروة. أختنا مروة بتقول دلوقتي أنا برضو بيتخيل لي حد واحدة بتيجي تصحيني. جايز. سبحان الله. وبتصلي وبتصحي عشان تصلي. جايز. يعني زي الهاتف بيجي لها. فخلينا نفترض إن هي بتشوف فعلا حد بيد بيصحيها، وإن ده جن مثلا متشكل في شكل إنساني، لأن الجن ما بيوراش على هيئته. والإمام الشافعي بيقول إن من ادعى أنه يرى الجن فهو فاسق، لأن الجن لا يرى إلا إذا تشكل، يعني تشكل في شكل كلب، في شكل قطة، في شكل بني آدم. افرض إن هي شافت بني آدم وبيصحيها، طب وإيه؟ كتر خيره، جزاه الله خيرا، تشوف بقى مصلحتها وتشوف حياتها. مولانا هرجع للأستاذ عبد الحكم من سوهاج، ولكن في اس ام اس عندي قبل ما اروح للأستاذ عبد الحكم برضو بخصوص الوسوسة بقى وخصوص فكرة الكلام عن الجن. يا فضيلة الشيخ، أنا عندي وسواس بيوسوس لي بشيء بيسيء إلى ربنا، وأنا مش راضي عن كده أبدا ولا مقتنع بيه، شيء غصب عني، هل ده حرام عليا؟ دي علامة الإيمان. وكان الصحابة يشكون إلى أن بعضهم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل، فيقول لهم هذا صريح الإيمان. لأن الشيطان لا يأتي إلا إلى البيت العامر ليخربه، فما يجيش إلى القلب العامر بالإيمان. لكن القلب الخارب هو خارب خلاص. ولكن قولوا بتتمة الحديث بقى آمنت بالله ورسله، يبقى هي تستعين بهذا على بالذكر وبالقول اللي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله. ولو الأمر زاد عليها ما فيش مانع أنها
تراجع طبيب، لان ده من قبيل الوسواس القهري، وسهل جدا بشويه حاجات كده واجراءات يسيره يذهب هذا الامر ان شاء الله. هل ممكن حينما يلزم الانسان الاستغفار والاذكار والاوراد يا مولانا يعني تقيه وتحميه مع يقينه بالله سبحانه وتعالى؟ تشفيه ايوه، وتقيه وتحميه، يعني تعمل وظيفه الدفع ووظيفه الرفع. لا عايزين نفهمها يعني الدفع يعني تدفع عنه الحاجه قبل ما تيجي، والرفع يعني لو هو في موسوس اصلا ترفعها عنه، يعني حمايه وشفاء. ايوه طبعا. والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كما ورد في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له انه سيجعل كل ورده الى في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم، قال اذا كفيت وهديت ووقيت. كفيت وهديت ووقيت، ووقيت. الكفايه والهدايه والوقايه، فهي مفتاح كل خير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. معايا الأستاذ أمال من القاهرة. أستاذ أمال أهلا بيكي. أهلا بيك. تفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. والله أنا ليا سؤال. تفضلي. إني أنا جزائي إيه عند الله؟ أنا ربيت 2 أطفال معاقين وماتوا مني، ومعايا دلوقتي واحد يعني أنا ببقى سهرانة عليه طول الليل بالتعب، هو عنده 17 سنة وما بيتحركش وبخدمه. أولادك يا فندم؟ أولادي فهو جزائي إيه عند الله بتعبي عند ربنا في هذا؟ لأن كان نفسي أطلع أولادي. هتسعدي إن شاء الله، هتسعدي بالإجابة بتاع فضل الشيخ أحمد إن شاء الله دلوقتي. أطلع حج وما مرضتش أطلع، وبديت هو تربيته عن أي شيء. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ان شاء الله. وفضيل الشيخ احمد هيرد عليكي وهتسعدي بكل كلمه هيقولها لنا فضيل الشيخ احمد في الاجابه لحضرتك. مولانا الاستاذ عبد الحاكم من سوهاج كان بيسال عن صحه الحديث اللي يعني حينما كان يجيبه سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما اعرفوش في الحقيقه الحديث اللي ذكره ده، لا اعرفه ولم اسمع به من قبل. تمام. وجميل ان صحيح نرجع بعض الاسئله لمعاوده مراجعه هذه الاسئله مره اخرى. شكر الله لك يا مولانا. بارك الله فيك. مولانا الاستاذ عبد الحكم من سوهاج بيقول لك انا في معهد، واحيانا في معهد مختلط في اختلاط، واحنا بنجيب نختاب البنات باشكال ممكن انا بتضايق او بحاول انصح اصحابي وزملائي، فما الحكم في ذلك؟ هو يتجنب المجالس اللي فيها يعني الكلام الفاضي ده، وما يقعدش مع الاولاد او الطلاب اللي بيتكلموا هذا الكلام علشان ما يشاركهمش في الاسم، وادام هو بينصحهم وما بينتصحوش يبقى خلاص يفارقهم، لان القلب بيتاثر والصاحب ساحب كما يقولون. واذا كان دلوقتي بينكر بقلب وهما ما بيستجيبوش، بكره هيخف انكاره ويخف اكتر ويخف اكتر، وبعد شويه هيلاقي نفسه مشارك لهم فيما يقولون بالفعل. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخل. فطالما ما بينتصحوش يتجنبه. يعني الأستاذة أمال يا مولانا وربنا يسعدها ويديم عليها نعمة هذه نعمة الطمأنينة والرضا، يعني ماذا تقول لها؟ عايزة تعرف هي يعني ثوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. ده أنا بقول لها أن أنت ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك من دون خلق الله كلهم الله علشان يجعل في المحنة اللي ابتلاكي فيها أعظم منحة الله، فتخرج المنحة من رحم المحنة. ربنا صحيح ابتلاكي في اولادك ان هم معاقين، لكن اداكي صبر واداكي قدره وطوله بال على خدمتهم لغايه اما كبروا، وبعضهم سبقك الى الجنه وبعضهم لازال تخدميه حتى الان. فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، او ما كان العبد في عون اخيه، فما بالك لو كان ده اقرب من مجرد الاخوه الايمانيه، ان هو ابني وان هو كمان صاحب بلاء وانا صبره وبخدم وافنيت شبابي وافنيت عمري. لا ده انت ليكي عند الله درجه عظيمه 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 بشرط الصبر والاحتساب. ويعني نطلب منك الدعاء كمان. الله، لا ادعي لنا. طبعا. ده هي صبره ومحتسبه وبسم الله ما شاء الله يعني بتتكلم وتقول لا انا فضلت يعني اني ارعاهم حتى اني اروح الحج. ربنا يأجرك ان شاء الله ويرفع درجتك ويزيدك ثباتا واحسانا. معانا الاستاذ طارق من الشرقيه. استاذ طارق اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الله يحفظ سعادتك. كنت عايز اسال سؤال في الصوم عن صوم سيدنا داود. ايوه.
في احد الناس قالوا ان اللي بيصوم صوم داود مش مطلوب منه يصوم رمضان. مين بعض الناس دول؟ يعني واحد في جمعية خيرية. ايوه بيعمل ايه يعني؟ بيشتغل ايه الواحد ده؟ بدي افهم يعني. كان صلى بينا مرة. تمام. وواحد سأله السؤال ده وقال كده يعني. تمام. في اسئلة تانية يا استاذ طارق؟ وبعدين وبعدين هل اللي بيصوم صوم داود مطلوب منه يصوم الستة بتوع شوال؟ اذا كان ما بيصومش رمضان يبقى يصوم الستة بتوع شوال على رأي صاحبك ده. ما انا ما اعرفش والله. لا والله انا بنصحك ان صديقك ده يعني ايه فرقه. مش صديق يعني ده يعني كلام لا علاقة له بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. صيام سيدنا داود ان الانسان يصوم يوما ويفطر يوما، فده صيام مستحب ده في المندوبات، لكن صيام رمضان ده لا شيء يسقطه على الاطلاق. طب ويصوم الا 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 عدم القدرة على الصيام. اللي بيصوم داود مطلوب منه برضه الستة بتوع شوال والتسعة بتوع ذي الحجة. ايوه دي حاجة تانية بقى. التسعة بتوع ذي الحجة مطلوبين بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام ان ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام، فالصوم من ضمن العمل. عايز يصوم التسعة صومهم، عايز يصوم بعضهم صومهم، الستة من شوال مندوب برضو يستحب صيامهم، لكن صيام رمضان ده لا يسقطه شيء. فصديقك ده اقول له لا احنا سألنا وعرفنا ان انت يعني مش واخد بالك شوية، فارجوك تراجع. يعني الاستاذ طارق بشكرك شكرا جزيلا، وهو خلى يعني من خلال سؤاله سأله هنسأل سؤال مهم جدا. معايا الاستاذة أمة الله من بورسعيد. استاذة أمة الله اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. كنت حابة بس اسأل فضيلة الشيخ عن حاجة كده. كنت يعني انا الحمد لله يعني انا متجوزة بقالي سنين يعني، بس دايما لي مبتلية في اولادي، يعني كل ما ربنا يرزقني بطفل بيموت يعني. الحمد لله والحمد لله عمري كنت دايما شكر ربنا وحمد ان ده الشكر ده الخير ليا الحمد لله. وبعدين جيت في الاخر كده يعني من حوالي شهرين برضو كان ربنا رزقني طفل، بس الحمد لله ما كملش يعني او ما ليش نصيب فيه. ايه اللي خلاني فجأة من غير ما احس، مع اني كنت حمد ربنا برضو وقت ما حصل فقدته كنت حمد ربنا جدا، فجأة لقيت نفسي بقول لنفسي انا عارفة ان ربنا بيبتلي العبد على قدر صبره وعلى قدر احتماله على الابتلاء. قلت لنفسي كده يا ريتني كنت من الناس اللي صبرها قليل عشان ربنا ما كانش يبتليني كده. وما عرفش انا قلت الكلام ده اذا كنت صاحية ولا نايمة ولا قلت لنفسي ازاي. وبعدها بكام يوم افتكرت الكلام ده وانا قلت كده ازاي انا اقول الكلام ده، وندمت ندم فظيع على اني قلت الكلام ده، وبكيت كتير واستغفرت رب كتير، ومبقتش عارفة انا ازاي مين اللي قال لي اقول كده وازاي انا قلت الكلام ده، والكلام ده بقى خلاص ضيع لي كل ثوابي وكل صبري على اللي فات. ولا مش عارفة يا استاذة امة الله يعني. يا استاذة امة الله اطمئني ان شاء الله فضل الشيخ احمد يمكن حالا يعني هيطمنك يعني، عشان يعني لن نسلمك لاي لحظة الا وانت متأكدة مطمئنة على نفسك. لا دي من الوساوس وخطرات النفس المغتفره. انت نفسك طب بس انا مش عارفه الكلام ده انا قلته ازاي يعني. طب يا اختنا الكريمه اسمعي فضل الشيخ هيقول لك ايه حالا، خليكي معانا اتفضلي يا فندم. انا بقول لحضرتك ده من الوساوس ومن خطرات النفس المغتفره، وده شيء ما ثبتش في نفسك يعني. انت نفسك حتى شكه بتقولي يا ترى وانا قلت ولا ما قلتش، واذا كنت قلت انا ازاي قلت. انت ان شاء الله ثواب صبرك اللي فات ده إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وإنتي أحسنتي في عملك اللي هو الصبر، فإن شاء الله مش هيضيع. والأولاد اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم إلى جواره دول فرط لك إلى الجنة، يسبقوك إلى الجنة ويكونوا حجاب بينك وبين النار. فأبشري وربنا كريم ما بيتعاملش مع عباده بهذه القسوة ولا هذا العنف الشديد. ربنا كريم واسع وخلقنا وعارق وهو يعلم ما بنا ويعلم تركيبنا وتركيب نفوسنا. وأنا قلت يمكن قبل كده حتى مراتب، لو حضرتك تفتكر يا أستاذ حسن، مراتب الأشياء اللي بتخطر على النفس، وإن الإنسان ما بيؤاخذش فيها إلا بالعزم. فمش كل شيء يخطر على بال الإنسان لازم بالضرورة يكون مؤاخذ عليه قدام ربنا. حسني ظنك بالله وهو إن شاء الله يكون عند ظنك به. الأستاذة منى من المنيا. أستاذة منى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذ حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. وأهلا بفضيلة الشيخ دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الأول بخصوص استحاب الأطفال للمساجد، وفي الحقيقة ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة فضيلة الشيخ، وبيبقى في مشاكل في المسجد، وأحيانا الرجال بيشتكوا تحت من الصوت،
فالسيدات يعني السؤال، هل السيدة اللي هي مش هتقدر يبقى في كنترول على أطفالها في المسجد، لو قعدت في بيتها وصلت في بيتها هتاخد ثواب برضو، لو لأن هي ادت فرصة لكل الناس انها تصلي بهدوء وتستوعب الصلاة والقيام والكلام ده. فدي سلوكيات حتى في الزيارات العادية احنا بنلاقي بعض المشاكل، فما بالك ببيت ربنا سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يا استاذ منى، السؤال الثاني يا فندم، هل يجوز يعني او ايه رأي يعني احيانا المشاهد الكريم بيتصل بنفس السؤال لاكتر من شيخ امبارح مثلا والنهارده واول امبارح بنفس السؤال، وبيقول او بتقول يعني ان انا سالت فضيله الشيخ في نفس القناه وسؤال والاجابه، وبيسمع نفس وبيسمع نفس الاجابه، بس متهيألي يعني بلاش يرهق نفسه. تمام خلاص خدنا الاجابه خلاص ما نكررش بقى السؤال. وانا بشكرك على السؤال دي السؤال ده واللفته دي استاذه منى. عموما سنعود لنجيب على هذه التساؤلات وفي انتظار استفساراتكم دائما، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونذكر حضراتكم برقم الذي يجب أن تتصلوا به في دار الإفتاء 0900-77-107، مرة تانية 0900-77-107. مولانا اسمح لنا يعني أرجع لأستاذ طارق من الشرقية، اللي ربما في ناس بتعرض نفسها للكلام وللإجابة وأنهم يفتوا في الدين من غير علم. نعم. ده الموضوع ده ازاي نحرص ان احنا نحمي نفسنا من كده؟ احنا نحمي نفسنا اولا ان احنا ما نعملوش، ونحمي نفسنا ثانيا ان احنا ما نلجأش للي ما هماش على الشرط المفروض يتوفر في من يتكلم في احكام الشريعة، لان الكلام الكلام في احكام الشريعة بغير علم هذا من اكبر الكبائر، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه من الكبائر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فأنا ليه أتكلم في غير ما أحسن فأأثم وأفسد على الناس دينهم؟ فده ينبغي علينا أن احنا نتوقاه، وأن احنا ما نسألش إلا أهل الاختصاص، ولا ما هوش كهنوت ولا شيء من هذا القبيل، إنما هو دعوة إلى أن يوضع الأمر بين يدي أهله. زي ما أنا أكون مريض لا سمح الله ما أروحش إلا الدكتور، كذلك لما أكون عايز حكم من أحكام الشريعة ما أروحش إلا اللي درس أحكام الشريعة. خاصة بقى أمور الفتوى دي فيها قدر زائد على مجرد معرفة أحكام الفقه كمان، وهو معرفة الواقع ومعرفة المصالح والمآلات والأشياء ودربة طبعا، يعني مش مجرد أن أنا أكون حتى متخرج من كلية الشريعة أو حتى معايا دكتوراه في الشريعة، ده هيساوي أن أنا قادر على الإفتاء، ده أمر آخر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. نعم. ومن تحدث في غير فنه أتى بالعجائب كما يقول علماؤنا. صحيح. مولانا الأستاذة منى من المنيا بتقول اصطحاب الأطفال للمساجد أحيانا، وبعض السيدات لما بيجيبوا الأطفال بيبقى في شوشرة بقى في الجامع، فهل من الأفضل أن تصلي السيدة التي تصطحب أطفالا أن تصلي في بيتها؟ هو صلاة المرأة في بيتها على كل حال أفضل من صلاتها في المسجد وأثوب، لكن هاب ان هي عايزه مشتاقه للجامع مش هنمنعها ما دامت هي متخلقه ومتادبه بالاداب الشرعيه، بس من ضمن الاداب الشرعيه انها برضو تحافظ على يعني ما امكنها على الهدوء والوقار الموجود في المسجد. صحيح كان الستات هم بيروحوا على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام والطفل يعني يبكي فالنبي عليه الصلاه والسلام يتجاوز في صلاته، لكن هذا ليس هو الاصل. مولانا بتقول يعني بعض المشاهدين او هي بعض اعتاد انه لما يسال السؤال
وسألوا لأحد علمائنا وأكابر علمائنا يكرر السؤال مرة تانية ويسمع نفس الإجابة. طب ليه بيرهق نفسه كده؟ ده له ثلاث صور. صورتين منهم محمودة، محمودتين وصورة مذمومة. إزاي؟ الصورة المحمودة أو الصورتين المحمودتين، أول واحدة فيهم إن أنا سألت الشيخ امبارح فما فهمتش ومعرفتش أرجع للبرنامج تاني، فبرجع أتصل تاني يوم بالشيخ المغاير. الصورة التانية المحمودة إن أنا سألت الشيخ امبارح فنسيت أقول قيد أو نسيت أزود معلومة ومعرفتش أوصل تاني. يعني بيوضح الأمر أكثر. بستزد إيضاحا. أما الصورة المزمومة إن أنا أسأل السؤال بعينه النهاردة وأسأله بعينه بكرة وأسأله بعينه بعد بكرة، ده بيشتت الإنسان وبيجعله في حالة من حالات التلاعب. وإحنا هنا جميعا نكاد نكون لا نفتي إلا بآراء واحدة أو متقاربة، منهج واحد، لأن إحنا جميعا هنا بنتكلم بلسان دار الإفتاء المصرية. صحيح. ووحدة الفتوى هي من أصول الفتوى في دار الإفتاء المصرية الأصيلة، فما يطمعش السائل أنه هيلاقي يعني جواب مختلف. فأنا بأرشد السائلين إن هو ما يعملش كده، حتى مش على مستوى البرنامج، حتى على مستوى حياته العادية. يا إذا أخذ الفتوى من المفتي يكتفي بها، لأن كلام المفتي في حق المستفتي ككلام الشارع في حق المفتي، فيكتفي به ولا يشتت نفسه ولا يتخلق بهذا الخلق الذميم. مولانا، يمكن على الشاشة دلوقتي معايا الحاج محمود من القاهرة، ولكن على الشاشة لحضراتكم رقم الهاتف لدار الإفتاء 0900 77 107. ده الخط الساحل. معايا الحاج محمود من القاهرة. الحاج محمود أهلا بيك. أهلا بيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا حضرتك أنا عندي شكوى أكتر من فتوى. تفضل. أنا نفسي في حد يعني يشوف اللي أنا شفته في جامع كبير بيأذي جميع المصلين. إزاي؟ مش عايز أوضح لأن اللي هقوله يعني ممكن يأذي سمع المشاهدين. طب ادينا سؤال يعني تلميح لو حبيت. تلميح إن ممكن تبول تبرز وريحة جوه فوق لا تطاق. ده حوالين الجامع وانا رايح انا والحاجة عشان نصلي يوم الخميس. الجامع ما فيش واحد تعدي الا ما تلاقي نايم 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 نايم. يا ناس، الجامع ده للصلاة للعبادة وليس لأي حاجة تانية. طيب يعني خرجت الحاجة، لو سمحت فضل. خرجت الحاجة بعد ما خلصنا الصلاة بتقول لي ريحة جوه لا تطاق. لو انا ادفع من جيبي الخاص، انا راجل مقتدر. طيب احنا يا حاج محمود ادفع من جيبي الخاص لنظافة الشيء. يا حاج محمود بشكرك شكرا جزيلا، وبامكانك انك تترك اي بيانات بخصوص المسجد في الكنترول روم. بشكرك شكرا جزيلا. مولانا، خليني ارجع تاني لاداب التعامل مع المسجد في خصوص النقطه اللي اشار اليها الحاج محمود، وازاي نحافظ على نظافه المسجد، وازاي يبقى المسجد بتاعنا هو الواحة اللي بنتفيأ ظلال العبادة والطاعة وتستريح فيها النفوس وتهفو إليها القلوب. هو المسجد بيت الله، وتعظيم المسجد تعظيم لله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل ما عظم قدر المسجد كل ما زادت يعني الحرص على نظفته والحفظ على والحرص على يعني إكرامه. حتى إن يعني من اللطائف والطرائف اللي بيحكوها إن بعض الصالحين كان في المسجد النبوي يعني يمسك لحيته كده ويحاول إن هو يزيح بها الـ 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 الأتربة وكذا تعظيما للمسجد. يعني بيقول أنا لا أظن على المسجد بشيء حتى بأعضاء جسدي. لكن خلينا نتجاوز هذا فنقول إن الجمال والنظافة دي قيمة وعلينا أن نحرص عليها، وهي ثقافة. المشكلة أنها ثقافة عايزين ننشرها، وهي دليل وعلامة على الاتساق النفسي الداخلي. كل ما الإنسان كان نظيف ومرتب في ظاهره كل ما كان دي علامة على اتساقه الداخلي. وكان مشايخنا يحكولنا أن كان في بعض المشايخ
كان الشيخ أحمد مرسي رحمه الله كان من كبار الصالحين، وكان زمان في اللباس الأزهري في اللبس اللي أنا لابسه ده، وفي اللبس الثاني اللي هو إيه، يلبس الجبة وتحت الجبة القفطان وفي حزام كده عريض. فالشيخ أحمد مرسي هذا رحمه الله كان يحرص أن الحزام العريض اللي بيلبسه ده يبقى لونه هو لون البطانة بتاعة العمامة. فيسألوه له يا مولانا أنت دلوقتي محدش شايف أن ده متناسق مع ده، فيقول لهم الجمال قيمة في نفسه حتى لو ما كانش فيه حد مطلع عليه. فالحرص على تجميل بيوت الله والحرص على النظافة في النفس وفي المكان وكذا دي قيمة عظيمة نحرص عليها ونعلم أنها من تعظيم شعائر الله، وإذا ما أحسنناش إلى بيوت ربنا هنحسن إليه. فكل واحد يستطيع أنه يعمل حاجة يعملها، إذا كانت الأوقاف بتعمل بقدر المستطاع، تعمل عمار المسجد يعمله، إذا كان في حد مقتدر زي الحاج محمود ممكن يجيب ناس ينظفوا يعملوا يحطوا روائح طيبة يبخروها يجمروها زي ما ورد في الحديث، يعني لو التبخير والتعطير نفعل هذا كله والإنسان يثاب. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من يعني يبصق في المسجد وقال تكتب عليه خطيئة، فما بالك بقى إذا كان في روائح منفرة وتنفر الناس عن ارتياد المساجد مش تجذبهم إليها. أستاذة أمة الله من المنيا، أستاذة أمة الله أهلا بيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. أحييكم وأحيي جميع العاملين في قناة الناس وأولادنا اللي في الكنترول. أهلا بيكم. ربنا يوفقكم. أهلا بيكم دايما، تفضلي يا فندم. ليه سؤال لفضيلة الشيخ. نعم. يحكى في الأثر أو متعارف إن الدفن بجوار الصالحين تتنزل حماد بجوارهم على الميتين بجوارهم والمسلمين بجوارهم، ونرى إن كثير من الناس يتمنون أن يدفنوا بالبقية بجوار الصالحين، هل هذا صحيح؟ وهل إذا دفن شخص بجوار أحد من أقاربه عاصي هل تحدث فرق بين الاثنين؟ فأرجوك أفيدنا والله. بشكرك شكرا جزيلا. معايا الأستاذة منى. أستاذة منى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. تفضلي يا فندم. الله يخليك. انا بس ليا سؤالين كده بساط. اتفضلي يا فندم. يعني لما ابقى في عمره وكده فدايما بنكمل الصفوف اللي قدامنا، فطبعا الناس تشدنا يمين وشمال بس انا دايما بتيمم، ده صحيح ولا لا؟ انا ما خدتش بالي من السؤال، لو تتكرمي عيديه بس. في العمره وما بيستفوا الصلاه في المسجد الحرام طبعا في الكعبه. ايوه في المسجد الحرام او في اي او في المسجد النبوي. الناس بتصف الصفوف وانت بتحب تاخد اليمين دايما. بحب اخد اليمين. ايوه شكرا. السؤال الثاني يا فندم. السؤال الثاني، هل صحيح في حديث او حاجه ما يثبت ان الزوج في الدنيا بيبقى هو في الاخره؟ شكرا شكرا جزيلا. مولانا في دقيقه واحده، وسامة الله بتقول الدفن بجوار الصالحين. نعم، القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، وقبور الصالحين من رياض الجنه. طبعا. وهنيئا لمن دفن بجوار صالح هيناله من الرحمات ومن البركات ما الله به عليم. يعني بخصوص اليمين، بتلزم اليمين دايما ما يجراش حاجه، حاجه كويسه، والتيمن مستحب. ايوه طيب، سؤالنا الاخير عشان برضو فيما تبقى دقيقه، امامنا دقيقه نجيب فيها. صحيح الزوج في الدنيا هو نعم الزوج في الدنيا؟ نعم الزوج في الدنيا مطمئن الزوجات بقى. مطمئن الزوجات، والله اعلم بنطمئن الازواج ولا لا، لكن على كل حال نعم الزوج في الدنيا والزوج في الاخره، لكن يعني اذا كان راجل صالح، يعني ربنا مش هيبقى الست صالحه والزوج منكد عليها في حياتها وياتي يوم القيامه كمان ينكد عليها، لا، الناس بتتغير والنفوس بتتغير، وربنا ان شاء الله يجازي كل انسان بما يعني يهدئ من باله ويدخل عليه يعني الفرح والسرور. طبعا ايوه الاحسن طبعا تختلف طبعا 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 الامور بتختلف، يعني هيبقوا سواء في الجنه يعني ان شاء الله يبقوا متهنيين. الله مولانا بارك الله لنا فيكم، ونلتقي دائما على هذا الخير. اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله وامنه، الى اللقاء.